بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني المتوسط بمدارس دار الثقافة، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة لغتي الخالدة. درسنا اليوم يا شباب من ضمن دروس اللغوية الوظيفة النحوية، الدرس بعنوان المفعول فيه. درس المفعول فيه درس الوظيفة النحوية للوحدة السادسة، وقد درسنا قبل ذلك عدة مفاعيل. ننزل للنشاط الأول. درست فيما سبق المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله. حدد نوع كل مفعول ملون فيما يلي. بين أيدينا جمل، نقرأ الجملة الأولى: تخلص من الدواء ساعة انتهاء صلاحيته تحريا للسلامة. المثال الثاني: ينتشر تلوث الهواء انتشارا سريعا قرب المناطق الصناعية. قرأ الطالب الدرس قراءتين قبل الامتحان. الجملة التي بين أيدينا، في الجملة الأولى كلمة تحريا، من أي أنواع المفاعيل؟ نحدد المفعول ونحدد نوعه. المفعول طبعا هو محدد، فالمفعول كلمة تحريا. تخلص من الدواء، هل وقع عليه فعل الفاعل؟ لا. على ما دلت كلمة تحريا؟ نعم، دلت على سبب حدوث الفعل. لماذا نتخلص من الدواء تحريا؟ لماذا؟ إجابتها نعم، مفعول لأجله. فكلمة تحريا دلت على سبب حدوث الفعل، فهي مفعول لأجله. ينتشر الهواء، أو ينتشر تلوث الهواء انتشارا. ينتشر انتشارا، كلمة انتشارا مصدر من الفعل ينتشر متفقة معه في الأحرف، فهي مفعول نعم، مفعول مطلق، وهو هنا مبين للنوع انتشارا سريعا أنه موصوف. الجملة الثالثة: قرأ الطالب الدرس قراءتين قبل الامتحان. ماذا قرأ؟ قرأ الدرس، فكلمة الدرس نعم وقع عليها فعل الفاعل، فهي مفعول به. قراءتين، قرأ قراءتين، نعم متفقة معها في اللفظ، دلت على عدد مرات القراءة، فهي مفعول مطلق، وهو هنا مبين للنوع، مبين للنوع. أحبابي، لو أردنا أن نعود إلى الأمثلة ونقرأ هذه الأمثلة بعد إخفاء بعض كلماتها. تخلص من الدواء ساعة انتهاء صلاحيته تحريا للسلامة. لو قلنا تخلص من الدواء تحريا للسلامة، فقد حذفنا كلمة ساعة انتهاء صلاحيته. هل هناك فرق في المعنى؟ نعم، ساعة انتهاء صلاحيته هنا لم نعلم بوقت انتهاء أو في وقت التخلص من الدواء. ننظر للمثال الثاني: ينتشر تلوث الهواء انتشارا سريعا. أين؟ قرب المناطق الصناعية. لو قلنا ينتشر الهواء انتشارا سريعا وحذفنا كلمة قرب وما بعدها، هنا افتقدنا للمكان. قرأ الدرس، قرأ الطالب الدرس قراءتين، لو حذفنا قبل الامتحان، هل تتفق في المعنى مع قرأ الطالب الدرس قبل الامتحان؟ هنا اختفى ما يدل على الزمان. فالأمثلة التي بين أيدينا اختفى منها ما يدل على الزمان مثل ساعة ومثل قبل الامتحان، أو ما يدل على المكان مثل كلمة قربة. وهذا موضوع درسنا اليوم الذي يسمى ظرف الزمان وظرف المكان، أو ما نسميه بالمفعول فيه. ننظر إلى الأمثلة ونلاحظ الكلمات الملونة. نظف أسنانك صباحا ومساء. تقطع الأشجار شتاء للتدفئة.
تزدحم الشوارع نهارا. الشمس ضرورية لكل من يعيش فوق الأرض. إذا وجدت أذى وسط الطريق فأمطه. لا تلقي القمامة أمام البيوت. لو لاحظنا الأمثلة صباحا شتاء نهارا، هذه الأمثلة كلها كلمة صباحا على ما دلت؟ على زمن التنظيف. في أي وقت؟ متى تنظف أسنانك؟ صباحا. ومتى تقطع الأشجار؟ شتاء. ومتى تزدحم الشوارع؟ نهارا. فهذه الكلمات كلها تتفق في أنها أسماء، وأنها أسماء منصوبة، ولكنها دلت على ماذا؟ هل دلت على مكان؟ لا، لكنها دلت على زمان وقع فيه الفعل. يبقى هذه الأسماء صباحا دلت على زمان التنظيف، شتاء زمان القطع، نهارا زمان الازدحام، فهي اسم يدل على زمان وقوع الفعل. في الأمثلة الأخرى، ها، أين تلقى القمامة؟ أمام. أين وجدت الأذى؟ وسط. أين يعيش الإنسان أو كل كائن؟ فوق. فهذه الكلمات كلها أسماء وكلها منصوبة كما نرى، وكلها يدل على نعم مكان حدوث الفعل. فهذه الكلمات تسمى ظرف زمان، وهذه الكلمات تسمى ظرف مكان. نلاحظ العلامة التي ظهرت عليها، كلها ظهرت عليها علامة واحدة، وهي العلامة العربية الفتحة. العلامة التي ظهرت هنا الفتحة. هذه العلامة الأصلية هي علامة الاسم في حالة نعم النصب، في حالة الايه؟ النصب. فهذه الأسماء كلها تتفق أنها أسماء وأنها منصوبة بدل ظهور هذه الفتحة. المجموعة الأولى منها دلت على زمن حدوث الفعل، والمجموعة الثانية دلت على مكان حدوث الفعل. من هذه الأمثلة نستطيع أن نحدد الصفات المشتركة في الأسماء وكيف نسميها. هذه الكلمات كلها صباحا شتاء نهارا. المجموعة الثانية أمام وسط فوق، كلها أسماء وأسماء منصوبة بدلالة الفتحة، اتفقت في أنها أسماء وفي أنها أسماء منصوبة. المجموعة الأولى دلت على زمان حدوث الفعل، بينما المجموعة الثانية دلت على مكان حدوث الفعل، ولذلك تسمى المجموعة الأولى بظرف الزمان، وتسمى المجموعة الثانية بظرف المكان. يبقى ظرف الزمان اسم منصوب دل على زمان حدوث الفعل، وظرف المكان اسم منصوب دل على مكان حدوث الفعل. فيما يتفق ظرف الزمان، أو هل نستطيع أن نسمي ظرف الزمان وظرف المكان باسم واحد؟ نعم، يسمى بالمفعول فيه. هذا مفعول فيه وهذا مفعول فيه، لأن هذا دل على الزمان الذي وقع فيه الفعل، وهذا دل على المكان الذي وقع فيه الفعل. فالمفعول به فيه، فالمفعول فيه بمنتهى البساطة هو ظرف الزمان أو ظرف المكان. بالتالي المفعول فيه إذا كان ظرف زمان فهو اسم منصوب دل على زمان حدوث الفعل، وهذه أمثلته. وإذا كان ظرف مكان فهو اسم منصوب دل على مكان حدوث الفعل، وهذه الأمثلة. نلاحظ الأمثلة ونلاحظ الموقع الإعرابي لبعض الكلمات الملونة. أضحى التلوث اليوم ظاهرة خطيرة. جاء اليوم الذي ظهر فيه خطر التلوث. انظر إلى كلمة اليوم هنا وكلمة اليوم هنا. تكثر السيارات، أين تكثر؟ وسط شوارع المدن. ازدحم، ما الذي ازدحم؟ وسط المدينة بالسيارات.
نلاحظ أن هذه الكلمة دلت على الزمان، وهذه الكلمة دلت على المكان، ولكن هذا اليوم وهذا اليوم هل الإعراب واحد أم يختلف؟ وما السبب؟ أضحى التلوث اليوم ظاهرة خطيرة، هنا دلت على زمان حدوث الفعل. الزمان الذي أضحى فيه التلوث ظاهرة خطيرة هو اليوم، لذلك نسميه ظرف زمان، وقلنا أن ظرف الزمان هو مفعول فيه، مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما اليوم هل دل على الزمان هنا؟ هل دل على جاء اليوم الذي ظهر فيه خطر التلوث؟ جاء اليوم، ما الذي جاء؟ الجملة فعلية والفعل يحتاج إلى فاعل، فكلمة اليوم هنا تعرف حسب موقعها، تعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لماذا أعربناها في هذه الجملة ظرف زمان أو مفعول فيه، ولماذا أعربناها هنا فاعل أعربت حسب موقعها؟ الفرق في الدلالة، الفرق في الدلالة. إذا دلت على معنى فيه فهذا اليوم الذي أضحى فيه التلوث الظاهرة دلت على معنى فيه فهي ظرف، أما إذا لم تدل على معنى فيه فتعرب حسب موقعها. وكذلك الأمر بالنسبة لظرف المكان، تكثر الشوارع في أي مكان، في أي مكان، في المكان وسط، وسط شوارع المنطقة، يبقى وسط هنا دلت على مكان حدوث الفعل فهي ظرف مكان، وقلنا أن أعرب ظرف المكان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لكن هنا هل دلت على معنى فيه؟ هل هذا المكان الذي حدث فيه الازدحام؟ أم هذا المكان الذي ازدحم؟ لا، هذا المكان اتصف بأنه مزدحم، والذي يتصف بالفعل نسميه فاعل، لم تدل على معنى فيه، هنا دلت على معنى فيه، يعني كثرة السيارات في وسط الشارع، أما الازدحام الذي اتصف بأنه مزدحم هو وسط الشارع، دلت على معنى فيه، لم تدل على معنى فيه، لذلك ازدحم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كلمة وسط. ازدحم فعل ماض ووسط فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. يبقى يشترط في الاسم لكي يعرب مفعولا فيه سواء ظرف زمان أو ظرف مكان أن يشتمل على معنى في، نركز ينصب الظرف على الظرفية إذا تضمن معنى فيه، فإن لم يتضمن معناها أعرب حسب موقع في الجملة. نقول يوم الجمعة يوم مبارك، هل دل على معنى فيه؟ كلمة يوم دلت على معنى فيه؟ لم تدل، لذلك يوم مبتدأ مرفوع على مطرفه الضمة وهو مضاف، الجمعة مضاف إليه، يوم هو خبر لهذا المبتدأ، وهذا مبتدأ وهذا خبر، ومبارك صفة لإيه؟ ليوم، لذلك لم تعرف ظرف لأنها لم تدل على معنى فيه. شرط مهم جدا في الكلمة لكي تعرف ظرف أن تدل على معنى فيه. أمر مهم، هل هناك مجموعة من الظروف للمكان وأخرى للزمان؟ بالطبع موجود ظروف لا تصلح إلا للزمان، لصباحا ومساء وغيره، وظروف لا تصلح للمكان، ولكن لاحظ الأمثلة معي. أخرج لصلاة الجماعة متى؟ قبل الأذان. رأيت بعض المثالات تلقى متى أم أين؟ أين؟ قبل مفترق الطرق. تذكرون يا شباب درسنا قبل ذلك المفعول فيه بصورة أخرى وهو ظرف الزمان وظرف المكان، ويومها قلنا إذا كانت الكلمة أو الاسم المنصوب جواب لسؤال متى فهو ظرف زمان، وإذا كان جواب لسؤال أين فهو ظرف مكان. أخرج لصلاة الجماعة متى؟ قبل الأذان فهي ظرف زمان. رأيت بعض النفات أين؟ نعم، فهي ظرف مكان، يبقى قبل ظرف زمان. يبقى إذن الكلمة استخدمت ظرف زمان واستخدمت ظرف مكان، ما الذي فرق بينهما؟ ما أضيفت إليه، أي حسب المعنى في الجملة، حسب معناها في الجملة، هنا أضيفت إلى زمان وهنا أضيفت إلى مكان، فهنا دلالتها كان ظرف زمان وهنا دلالتها ظرف مكان. مثل آخر، الشمس تبعث فينا النشاط متى؟ عند إشراقها، أي عند وقت
إشراقها، عند وقت إشراقه. هنا دلت على الزمان. سألني مشهد ازدحام الطلاب، أين يزدحمون؟ عند باب المدرسة. فهنا دلت على نعم المكان. فعند في المثال الأول ظرف زمان، وعند في المثال الثاني ظرف مكان. نستزيد من الأمثلة. أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، من أوقات الإجابة الدعاء. بين الأذان والإقامة، هذا زمان معين. فكلمة بين هنا دلت على الزمان. وقف المعلم، أين وقف؟ بين طلابه متحدثا عن الأمانة. إذا ما كان وقوف المعلم كان بين الطلاب، لكن زمان الأكثر من الدعاء كان بين الأذان والإقامة. فبين في المثال الأول ظرف زمان، وبين في المثال الثاني ظرف مكان. نخلص من هذه الأمثلة إلى أمر مهم، أن هناك بعض الظروف المشتركة، ظروف مشتركة بين الزمان والمكان حسب استخدامها في الجملة أو حسب ما تضاف إليه، قبل، بعد، عند، بين، إلى آخر من هذه الظروف حسب استخدامها في الجملة. خلاصة درسنا، المفعول به، المفعول فيه عفوا، المفعول فيه، فالمفعول فيه إما ظرف أو ظرف، إما ظرف زمان أو ظرف مكان. وهذه الخلاصة موجودة في الكتاب المدرسي بنفس الصورة، إما ظرف زمان أو ظرف مكان. فظرف الزمان اسم نعم منصوب على الظرفية، دال على زمان حدوث، حدوث ماذا؟ الفعل. بينما ظرف المكان اسم منصوب على الظرفية أيضا، لأن الظرف دل على مكان حدوث الفعل. الأمثلة يوم، ليلا، نهارا، صباحا، مساء، إلى آخره، فوق، تحت، أمام، خلف، إلى آخره. هناك ظروف مشتركة بين الزمان والمكان، بين الزمان والمكان. تستخدم للزمان، ها، وقفت مع زميلي قبل العصر، فهنا للزمان. لكن لو وقفت قبل المسجد فهنا للمكان. كذلك كلمة بعد، كذلك كلمة بين، وغيرها من الظروف. بهذا نكون قد انتهينا من درس المفعول فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يرعاكم، وإلى لقاء في دروس جديدة. وفي حالة وجود أي استفسار تواصلوا معنا عبر منصة كلاسيرا بالرسائل الخاصة أو في مجموعات الواتساب. ونسأل الله العظيم أن يوفقكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.